السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله لسنة ستة هنكمل مع بعض شرح من كنكت 6 من كتاب الأضواء الجامع 2024 فصل الدراس الأول طبق لتعديلات الوزارة الحديثة. والنهاردة نبدأ يونت 5 الوحدة الخامسة، العنوان يا ولاد أميزنج جيرنيز، يعني رحلات رائعة. أميزنج جيرنيز يونت 5. النهاردة معانا بقى الدرس الأول ليسن 1 بالنمبر 169 صفحة 169. هنشرح الدرس النهاردة إن شاء الله ونحل تدريباته. بذكركم عندنا في قناة تشغيل الصف السادس بنشرح من جيم والمعاصر وبيت، فاحنا بنشرح من كتاب جيم وكتاب المعاصر وكتاب بيت، أي حاجة محتاجينها موجودة في قناة تشغيل الصف السادس. يلا بينا نبدأ الدرس. بيقول لك إيه؟ هي وينت باي شيب، ذهب بالسفينة. هي وينت باي شيب. ليسن بوينت أند سي، استمع وأشر وكل. المين فوكاب الكلمات الرئيسية. يذهب في رحلة بحرية عن طريق البحر. جو أون أ فويج، جو أون أ فويج، جو أون أ فويج، go on a voyage. يركب جمل ride a camel، ride a camel، ride a camel. يسافر بالقطار travel by train، travel by train، travel by train. يبحر بالسفينة sail by ship، sail by ship، sail by ship. يقوم برحلة قصيرة take a trip، take a trip، take a trip. يذهب في رحلة طويلة، يبقى رحلة قصيرة يا ولاد trip، ورحلة طويلة journey، ورحلة بحرية voyage. go on a journey، go on a journey، go on a journey. تبقى go on a voyage، go on a voyage، ride a camel، ride a camel، ride a camel. Travel by train، travel by train. Sail by ship، sail by ship. Take a trip، take a trip. Go on a journey، go on a journey. Famous explorers، مستكشفون مشاهير. أول حاجة عندنا ابن بطوطة. ابن بطوطة قال لك from 1304، من سنة 1304 to 1368، ل 1368، دي كانت رحلته. بعد كده عندنا فاسكو دي جاما. فاسكو دي جاما قال لك from 1460 to 1524، من 1460 ل 1524، دي كانت رحلته. ماركو باولو او ماركو بولو قال لك from 1254 to 1324، من 1254 ل 1324، دي برضه كانت ايه رحلته. الصفحه اللي بعديها 170 صفحه 170. اكسترا فوكاب كلمات اضافيه. مستكشف اكسبلورر، اكسبلورر، اكسبلورر. إجازة vacation، تي اي ان بجيبشن، vacation، vacation. متحف ميوزيوم، لسه بجيب زد عشان الحرفين متحركين. ميوزيوم، ميوزيوم، ميوزيوم. سفريات او رحلات ترافلز، 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 ترافلز. الغرب ذا ويست، ذا ويست، ذا ويست. خبرات او تجارب اكسبيرينسز، اكسبيرينسز، اكسبيرينسز. ايران، 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 ايران. قديم انشنت، قديم ancient. السي اي ان بتجيب ايه؟ شان برضو ancient. تبقى explorer، explorer، vacation، vacation، museum، museum، museum. travels، travels، travels. the west، the west. experiences، experiences. ايران، ايران. ancient، ancient. مذكرات السفر يعني travel diary، travel diary، travel diary. كرواتيا، 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 كرواتيا. بعد كده في جزيرة في كرواتيا اسمها ايه؟ كوركلا او كوريتشيلا، يعني بالانجلش كوركلا، كوركلا، كوركلا. ايطالي، ايطاليان. الجنسيات برضو كنا ولا حرف كابيتال يا ولاد، والدول. ايطاليان، ايطاليان، ايطالي، ايطاليان. قرن اللي هو 100 عام، سنشري، 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 سنشري. فينيسيا، فينس، فينس، فينس. مضيق هرمز، هرمز، هرمز. أغراض objects أو أشياء objects، objects. travel diary، travel diary. كرواتيا، كرواتيا. كوركلا، كوركلا. Italian، Italian. century، century. Venus، Venus. هرمز، هرمز. objects، objects. conjugation of verbs، صفات الأفعال. عندنا أفعال regular منتظم وأفعال irregular. ده منتظم عشان لها قاعدة ثابتة بتمشي عليها. قال لك الفعل في المضارع لو اخره ايه بنضيف له ايه كده خليناه ماضي. طب ما فيهوش ايه بنضيف له ايه دي برضه كده خليناه ماضي. طب بنضيف له اي دي امتى برضه
يبقى دي او اي دي اي دي، دي لازم يكون واي وقبلها ساكن، حذف الواي واحط مكانها اي اي دي. قالك لو واي قبليها متحرك بنسيب الواي زي ما هي ونضيف بعدها اي دي، دي بقى ملهاش قاعدة ثابتة فلازم ايه تحفظ كما هي. تعالى يبحر سيل الماضي منها سيلد، لا تعبر ايه هنضيف لها اي دي، تبقى سيل سيلد سيل سيلد. يتخيل ايماجين تنتهي بالايه هنضيف لها دي بس، ايماجينت ايماجين ايماجينت، يبقى سيل سيلد سيل سيلد، ايماجين ايماجينت ايماجين ايماجينت. افعال غير منتظمه يصل الى جيتو الماضي من جيت جات جيت جات، يطير فلاي او يسافر فلاي فلو فلاي فلو، يبقى جيت جات جيت جات فلاي فلو فلاي فلو. اكسبريشنز اند فريزز تعبيرات هامه، هذه فكره جيده يعني ذات از اجود ايديا ذات از اجود ايديا. بعيدا فار اواي فار اواي، يا لها من مغامره، وات ان ادفنتشر وات ان ادفنتشر وات ان ادفنتشر. يصل الى جيتو جيتو استغرقت سنوات يعني توك ييرز توك ييرز، تعود للحياه كام تو لايف كام تو لايف كام تو لايف، يبقى جيتو توك ييرز كام تو لايف. تشوز ذا كوريكت انسر. ابن بطوطه واز ا فيموس جايد، كان مرشد سياحي. اكسبلور المستكشف، دكتور طبيب، سيلور بحار، كان يا ولاد مستكشف. شي انجويد استمتعت رايدنج بركوب ايه يا ولاد، بوت ولا شيب ولا كامل ولا ترين اكروس ديزرت، في عبور الصحراء او عبر الصحراء. طبعا استمتعت بركوب ايه يا ولاد، الكامل. اي تيك ولا رايد ولا سيل ولا رايد، اتريب افري يير. طبعا يا ولاد الفيلم بيجي معايا تريب اسمه ايه، تيك اتريب، هتكون رحله قصيره. اي سينك اعتقد، زينو اترافلد سافروا رود ركبوا سيلد ابحروا، ميد باي ترين، تبقى ايه يا ولاد زي ترافلد باي ترين يعني سافروا بالايه بالقطار. 171 listen read and role play، استمع واقرا تبادل الادوار. ورنا بتكلم انجي بتقول لها بقى ايه، بتقول لها وات ار يو ريدنج انجي، بتقري ايه انجي، ماذا تقرأين، وات ار يو ريدنج انجي وات ار يو ريدنج وات ار يو ريدنج، بتقرأي ايه انجي. قالت لها اوه هاي رنا، مرحبا رنا، اتس ماي ترافل دايري، انها مفكرة ايه رحلاتي. اي وونت تو ريمبر ماي فاميليز فاكيشن ان كرواتيا افيو ييرز اجو، انا بحاول اتذكر اجازة عائلتي في كرواتيا منذ عدة سنوات. تبقى اي او اتس ماي ترافل دايري اي وونت تو ريمبر ماي فاميليز فاكيشن ان كرواتيا افيو ييرز اجو. رنا قالت لها ذات از جود ايديا، انها فكره جيده. وات واز يور فيفريت ثينج اباوت ذا فاكيشن، وات واز يور فيفريت ثينج اباوت ذا فاكيشن، يعني بتقول لها ايه افضل حاجه بالنسبه لي كانت في الاجازه. قالت لها اي ثينك ات واز فيزيتنج ذا ماركو بولو او ماركو باولو ميوزيوم، في اعتقادي كده ان ايه كان الشيء المفضل بالنسبه لي زياره متحف ايه ماركو بولو. رنا قالت لها ريلي وير از ات، يعني اين هو، ريلي وير از ات، فين المتحف ده. قالت لها اتس اون ان ايلاند ان كرواتيا كول كيركلا، خلاص تبقى اتس اون ايلاند، يوجد على جزيره، طبعا ايلاند ده الاسم بتاعتها ايه ايلاند ايلاند، اتس اون ان ايلاند، انه على جزيره ان كرواتيا كولد كوركلا، تمام. وي توك ا تريب ذير، طلعنا رحله قصيره هناك. اتس ا ريلي انتريستنج ميوزيوم، انه متحف رائع حقا. all about the travels of ماركو بولو، ايه وعباره عن ايه يا ولاد، فيه كل رحلات او سفرات ماركو سفريات ماركو بولو، يبقى المتحف كله يا ولاد فيه الحاجات الخاصه برحلات ماركو بولو. رنا قالت لها هو واز ماركو بولو، مال ماركو بولو ده، قالت لها هي واز ان ايطاليان اكسبلورر، ده مستكشف ايطالي، اند وان اوف ذا فيرست بيبل فروم ذا ويست، ومن أوائل الغرب الذين إيه تو فيزيت تشاينا، الذين زاروا إيه دولة تشاينا الصين، يبقى هو مستكشف إيطالي ومن أوائل الغرب الذين زاروا دولة الصين. هي وينت زير إن ذا 13th century، راح هناك في القرن الإيه الثالث عشر، أند روت أ دايري، وكتب مفكرة أباوت هيز إكسبيرينسز، عن إيه خبراته أو تجاربه. إتس كولد، اسمه إيه الكتاب اللي كتبه ده، ذا ترافلز أوف ماركو بولو، رحلات ماركو بولو، تمام. 172 رنت لها How did people get to China
ان زوس زيس ده من زمان قوي الكلام ده، في القرن ال13. طب ازاي الناس بقى زمان كانت بتسافر للصين وبتوصل للصين؟ It's very far away، دي بعيدة جدا. You couldn't just fly there، زمان ما كانش فيه طيران بالطائرات، يعني سفر بالطائرات. Or travel by train، ولا كان فيه قطارات. راحوا هناك ازاي المكان ده؟ قالت لها It was very difficult، الأمر كان صعب جدا. يبقى الرحلة كانت صعبة جدا، رحلة ماركو بولو للصين يا ولاد في القرن ال13 كانت صعبة جدا ومستحيلة. The journey took years، الرحلة دي يا ولاد استغرقت ايه؟ سنوات عديدة جدا. ماركو بولو went on a long voyage by sea، أول حاجة يعني اتحرك إلى ايه؟ في رحلته اتحرك عن طريق البحر، عن طريق رحلة بحرية. يبقى نقول ايه؟ أبحر بالسفينة. بعد كده he sailed by ship from Venice to Kerkela، يعني أبحر من فينيسيا لجزيرة كورتلا ثم إلى إيه؟ إيران، and then on to إيران. يبقى أول حاجة he sailed by ship from Venice to Kerkela and then on to إيران. طيب قال لك when he got to هرمز، لما وصل مضيق هرمز he stopped، توقف. تمام، عمل إيه بعد كده؟ and he went across the desert، وبدأ يكمل رحلته فين يا أولاد؟ عبر الصحراء. يبقى بدأ الرحلة رحلة بحرية من فينيسيا لكورتلا، تمام، اللي هي في كرواتيا، وبعد كده يا ولاد كمل وراح ايران، كمل من ايران لحد مضيق هرمز، توقف بقى هناك وقال لك انا هنكمل الرحلة كده ايه بقى، عن طريق الصحراء او عبر الصحراء، اكروس ذا ديزرت. هيروت اكامل ركب الجمل اول ذا واي تو تشاينا، باقي الطريق كله الى ايه؟ الصين. تمام، يبقى توقفوا عبر الصحراء، ركب جملا طوال الطريق الى الصين. أرنا قالت لها واو وات ان ادفنتشر، وات ان ادفنتشر، يا لها من مغامرة. قالت لها يس نعم، ان ايماجين، تخيلي arriving in China، الوصول للصين almost 800 years ago، تخيلي الوصول الى الصين قبل 800 عام، الكلام ده يا ولاد كان من 800 سنة. it was so difficult then، الامر كان صعب جدا وقتها. the museum had a lot of things from the ancient China، المتحف بقى اللي عاملينه مليء بالأشياء ها الخاص بيا يا ولاد بالصين القديمة. It really made the story of Marco Polo come to life، لكن صراحة المتحف ده جعل قصة ماركو بولو تعود للحياة مرة أخرى. خلاص يا ولاد، يبقى النهاردة إنجي ورانا الكونفرسيشن بتاعتهم كلها، المحادثة كلها كانت عن ولاد ماركو بولو ان ايطاليان اكسبلورر، عن ماركو بولو اللي هو المستكشف الايطالي، كانوا بيتكلموا عن ايه؟ هيز جيرني تو تشاينا، رحلته الى دولة الصين من اكتر من 800 سنة. 800 سنة بيقول لك ايه بقى؟ كلمة ترافل يا ولاد قد تأتي كفعل او كاسم، تنفع رحلة وتنفع يسافر. ماركو بولو ترافل تو تشاينا، هنا فعل بقى سافر الى الصين. طب لما اقول اتس ماي ترافل دايري، انها ايه؟ مذكرة ايه؟ رحلاتي او رحلتي. هناك فرق بين تريب رحلة قصيرة، جيرن رحلة طويلة، فويج رحلة بحرية. تريب انها سفر من مكان الى اخر من اجل الاستمتاع او العمل، بتكون فترة قصيرة. جيرني السفر من مكان الى اخر لفترة طويلة عبر الجو، البر، البحر. جيرني الذهاب من مكان الى مكان فقط عبر البحر. لاحظ الفرق بين دايري وتعني مذكرة، ودير وتعني منتجات الألبان. اللي تبدأ بالآي يا ولاد دي المذكرة، تبدأ بالأي دي منتجات الألبان. لاحظ كمان الفرق أو إيه، لاحظ استخدام باي مع وسائل المواصلات. هي سيل تو تشاينا باي شيب، أبحر إلى الصين عن طريق أو باستخدام السفينة. 173 173. براكتس ليسن 1، تمرينات الدرس الأول. أول سؤال معانا listen and complete، يعني استمع وأكمل. هنسمع النص وبعد كده نكمل يا ولاد الفراغات. النص بيقول إيه يا ولاد بقى؟ بيقول لك رانيا has an interesting travel diary، رانيا لديها مفكرة رحلات رائعة. she keeps it، تحتفظ بها، because she likes to remember her family's vacation in كرواتيا last year، بتاع يا ولاد بتحتفظ بها المفكرة دي لأنها بتحب تتذكر دايما أجازة عيلتها إلى كرواتيا last year،
زي فيزيت ماركو بولو ميوزيوم، زي متحف ماركو بولو. The museum is on an island، موجود على جزيرة. It's really an interesting place، إنها مكان رائع حقا. And it's all about the travels of ماركو بولو، وبها إيه كل ما يخص رحلات ماركو بولو. راني has an interesting travel إيه يا ولاد diary. They visited the ماركو بولو museum، زاروا متحف ماركو بولو. The museum is all about زي يا ولاد travels، رحلات of ماركو بولو. Read and match A with B. What are you reading؟ ماذا تقرأ أو ماذا تقرأي؟ B قال له it's my travel diary، إنها إيه مفكرة رحلاتي. فاسكو دي جاما، ووز فاسكو دي جاما ده كان إيه يا ولاد؟ He rode a camel to China، ركب جمل للصين. It's all about the travels of Marco Polo، بيه كل شيء يخص رحلات ماركو بولو. كول كيركلا، تسمى كيركلا a famous explorer in the past، مستكشف مشهور في الماضي. اللي جاب الصح يبقى فاسكو دي جاما ده كان ايه يا ولاد؟ كان مستكشف مشهور في الماضي. ماركو بولو went across the desert، ذهب عبر الصحراء. He rode a camel to China، ركب جمل للصين. The museum is on an island called Kirkla. Read the text and answer the questions. Marco Polo was an Italian explorer and one of the first people from the West to visit China. ماركو بولو كان مستكشف إيطالي وكان من أوائل الأشخاص في الغرب الذين قاموا بزيارة دولة الولايات الصين أو سافروا إلى الصين. He went there، ذهب هناك. هناك فين يا ولاد؟ الصين. قال لك in the 13th century، في القرن السادس عشر. And wrote a diary، وكتب مفكرة. About his experiences، عن تجاربه. It's called the travels of Marco Polo، تسمى رحلات ماركو بولو. ماركو بولو's journey، رحلات ماركو بولو to China was very difficult، كانت صعبة جدا. The journey، الرحلة took years، استغرقت سنوات. ماركو بولو went on a long voyage، ذهب في رحلة بحرية طويلة بيسيب البحر. He sailed by ship، وأبحر بالسفينة from Venice، من فينيسيا to كيركلا، إلى جزيرة كيركلا. قال لك and then on to Iran، وبعد كده إيه كمل إلى إيه؟ إلى إيران. When he got to Hormuz، لما وصل مضيق هرمز، he stopped، توقف. and went across the desert، وكمل رحلته عبر الصحراء. he rode a camel، ركب جمل. all the way to China، وصولا إلى دولة الصين. choose the correct answer from A B C or D. بيقول لك number one a voyage، الرحلة البحرية. is a trip across the، هي رحلة عبر ايه يا ولاد؟ فرس الغابة، desert الصحراء، سي بحر، ولا land أرض؟ طبعا رحلة بحرية عبر البحر. the underlined word there refers to، احنا قلنا there تعود على مين يا ولاد؟ على China. Venice China، كوركلا ولا إيران؟ طبعا China. 174 Answer the following questions. 3. When did Marco Polo visit China؟ متى زار ماركو بولو الصين يا ولاد؟ قال لك في القرن الثالث عشر، تمام اهي. He went there in the 13th century. هنقول He went there، ذهب هناك. in the 13th century، في القرن الثالث عشر. How was Marco Polo's journey to China؟ ازاي كانت رحلة ماركو بولو إلى الصين؟ طبعا كانت صعبة جدا. اهي الإجابة، اهي يبقى دي إجابة السؤال التالت، وده الرابع. هنقول ماركو بولو's journey to China was very difficult. The journey was very difficult، كانت صعبة جدا. Reorder the order to make correct sentence. هنقول what؟ R فعل مساعد، فعل you، فعل reading. ك
كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل، ده تكوين السؤال. كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. ونكمل بقى الجملة، ايه اللي فاضل عندي؟ انجي. لازم نحط كومة قبل ما نكلم اي شخص، نوجه كلامنا لشخص. بعد كده عايزين فعل زي ايه؟ زي جيرني تو اتش ان، رحلة للصين. توك الصغار كام يا ولاد، او توك ييرز اخذ السنوات كثيرة. زي ميوزيم المتحف ماله. is on على جزيرة، is on an island called تسمى كوركلا اللي موجودة فين دي؟ في كرواتيا. طيب ماركو باولو was كان an Italian اكسبلورر بانكت ويت ذا فورونج، يعني بتروح على اول حرف معمول. هاو ديد بيبول جيت تو تشاين، دولة الصين، عشان دي دولة. زوز ديس، طيب ده سؤال عشان بدأت بكلمة استفهام فنحط كويستشن مارك. طيب رايت ا باراجراف اوف اباوت 50 تو 60 وردز، اكتب باراجراف من 50 ل 60 كلمة يوزنج ذا فولو جايدنج اليمنتس، واستخدم عناصر مساعدة. اتكلم على مين يا ولاد؟ على ماركو بولو، موجود في نهاية الكتاب. صفحة كام؟ اقول لكم صفحة كام دلوقتي. ميتين تسعة واربعين. هتلاقي جمل سهلة جدا وبسيطة يا ولاد، مكتوبة ايه؟ عن ماركو بولو ورحلته الى الصين. موجود برضو فين يا ولاد؟ في نهاية الوحدة، نهاية الوحدة برضو من أهم الموضوعات، موجود صفحة 198. يبقى موجود في نهاية الكتاب 249، وفي نهاية الوحدة 198. ماركو بولو was a famous traveler، كان رحالة مشهور. He was born in 1254 in Venice. ولد 1254 في فينيسيا. ماركو بولو is Italian، إيطالي. His most famous journey was to China، أشهر رحلة عنده كانت للصين. When he reached China، لما وصل الصين، he recorded many information، سجل معلومات مهمة جدا about different animals and plants، عن نباتات وحيوانات. He wrote his famous diaries، وكتب إيه؟ مفكراته الايه المشهورة that described his journey، اللي وصفت ايه رحلته. تمام كده يا ولاد، نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس الاول من الوحدة الخامسة من كتاب جيم للصف السادس. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا لسن تو الدرس التاني. اي حاجة محتاجينها موجودة في قناة تشغيل الصف السادس، بنشرح من جيم والمعاصر وبيت. يا ريت يا ولاد لايك للفيديو واشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك عشان نستنى إن شاء الله كل جديد. صفحة الفيسبوك اسمها ميس هبه رجب، نفس اسم القناة كده بالظبط. يا ريت نعمل اشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك. في انتظار دعمكم المستمر لينا، بتمنى لكم نجاح بر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.